خلال عملك مع المبتعثين بشكل عام، هل تحسي حس المسؤولية أكبر عند النساء من الشباب أو المبتعثين؟ حاولي ما تكوني حيادية تجاه المرأة. أنا لاحظت يعني، طيب حنحاول نكون ما احنا حياديين، ولكن يعني صدقاً نعم الشابات ليهم يعني الحمل الأكبر بالمسؤولية، يعني تلاقي البنت لا أنا مسافرة بمثل وطني وحارجع لازم أبني وطني. الشباب أكثر مش يعني مستهترين أو لا بالعكس، ولكن يعني الرجل حس المغامرة عندهم عالي. أنا شفت ممكن نعم صح حسب تجربتي أنا يعني مع لما درست في كندا صح عندهم يحبوا يخوضوا المغامرة يغامروا. هو جميل حس المغامرة، هي الفكرة بتحمل المسؤولية إنك أنت ترجع لوطنك ترى حتبني، إنك أنت not to give up، إنك أنت طفشت وبتدور على وظيفة وما أنت لاقي، لا لازم إنك أنت تتعب أكثر تدور أكثر. الفتيات عندهم شغف أكثر، يعني هذه وجهة نظر من 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 كثر اللي بشوفه، ترى حتى في نطاق العمل دائما تلاقي إنه المرأة أكثر التزام أكثر. ليه؟ تبغى تثبت نفسها وشطارة.